أعزائي متابعي ومشاهدي قناتي الكرام، اليوم أشوفكم فيلم عن الأفراخ شلون تقدر تعلمها تجي تاكل من إيدك. وكثير من الأخوة يستفسرون ليش البلبل مالنا ما يجي يوقف على إيدينا أو يأكل أو ينهزم. لا، مفروض منهم صغار تبدي تدربهم بأنه يجون على إيدك يأكلون، لا توكلهم بالقفص. من توكلهم بالقفص راح يتعلمون بس بالقفص يأكلون من إيدك، بينما ما يأكلون بالخارج. وكثير من الأسئلة تجيني شلون أعرف البلبل الفرخ جوعان أو شيء. دا تسمعون الزقزقة مالهم من يكونون جواعة، هم يقولوا لك احنا جواعة، راح يبدون هم يزقزقون هاي دا تسمعوها هسه. راح اشوفكم شلون تجي البلابل تعلمها على ايدك، هي جوعانة تريد تاكل. فتحضر لك الان، حضرت لها عندي الدود القضابي وراح افتح لهم الباب وراح ازم الدود بيدي وراح تشوفون شلون راح يجون علي هسه. هم هذا اول واحد اجا، هذا الثاني اجا، وهذا الثالث اجا. فيصير هنا تبدي تعلمهم من يبدون ياكلون، يجون ياكلون من ايدك، تصير عندهم طبيعي من يكبرون بعد ما يخافون من عندك، يجون ياكلون من ايدك ويتعلمون على هالوضعيه. دائما من توكلهم العب وياهم شويه، خليهم يرتاحوا لك، يحسون بالامان وياك، حتى كل ما يكبر البلبل لا يتوحش اكثر يكون، ودائما يعرفون قفصهم وين ويرجعون. هذا رجع للقفص مالته، وهذا الاخر رجع للقفص مالته. يلا انتهى، هذا ثلاثتهم شفتوهم جوي اكلوا خلصوا رجعوا للقفص. شوي الاخ يجوعون ما انطيهم الاكل داخل القفص، نفس الشيء احضر لهم الاكل خارج وافتح لهم الباب، راح يجون على ايدي ياكلون. وعلمهم من يخلصون يرجعون لمكانهم، حتى بالمستقبل يقولون كثير من الاخوه بانه احنا دا نوكل البلابل مالنا برا او شيء، وبعد ما يعجبه يرجع للقفص. نعم، هو هاي طبيعه البلبل، يعجبه يطير، يعجبه يفتر بالبيت، ما يعجبه تلزمه. لكن اذا دربتهم من هم صغار بانه القفص هو بيتهم الرئيسي، مو مفتوحين برا، دائما يعرفون بانه القفص هو بيتهم الرئيسي، خليه يبقون بالقفص، يطلعون ياكلون، ترجعهم بالقفص، طلعهم على ايدك، تاخذهم بالبيت، تفتر بيهم شويه، يتعلمون على وضعيه البيت، يتعلمون على الحركه، يتعلمون على اي شيء جانبهم، حتى لا يخافون يبقون اليفين. اذا كان ما تشوفهم هالشغلات، من راح تاخذهم راح يستغرب، راح يطير من ايدك، ما يبقى واقف على ايدك يجوز. لكن بمرور الزمن من هم صغار راح يتعلمون، يعني ذول هم نفسهم الافراخ اللي كانوا يوم 22 ويوم 25 2 فقسوا، اليوم اعتقد 11/2 يمكن، عفوا 11/3، لا والله 12/3 اليوم الثلاثاء. فأتمنى لكم الموفقية بقرب موسم تكاثر البلابل، ونصيحتي لكم دائما إذا تحب تكاثر البلابل وتحصل على فراخ، خلي يكون عندك قبل كل شيء يكون عندك محصل الدود القبابي حتى تضمن الأفراخ تعيش، ولا بقية الأكل العادي اللي تقدم لها يجوز قسم يعلمهم ويعيشون، بس الأغلبية البلابل بالقفص يموتون لأنه الأم ما تعرف شو توكلهم. بينما بالطبيعة الأم الغذاء الرئيسي للبلابل هو صيد الحشرات، والبلبل
فنان بصيد الحشرات هي وطايره، شوفه يطير. لاحظت انا وشفت افلامه هوايه، يطير يجيب الحشرات، اي حشره تطير يصيدها ويجي يقدمها للافراخ مالته. اتمنى لكم الموفقيه اعزائي، ودمتم في رعايه الله.